الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما اشتقاق معادلة سلوسكي من خلال مثال بسيط أقدمه بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله نبدأ. الآن أذكر، كنت قد قدمت في مقطع سابق طريقة اشتقاق الطلب العادي أو ما يسمى Ordinary or Marshallian Demand، ثم والطلب الهكسي Hicksian Demand أو ما يسمى الطلب المعوض Compensated Demand. أرجو الرجوع إلى المقطع لأهمية الأمر بالنسبة لمعادلة سلوسكي. نتابع. من المهم بداية أن نذكر أو نذكر بالفرق بين ما يسمى الطلب المارشالي Marshallian Demand وما يسمى الطلب الهكسي هيكسيان ديمان. نتعرف في الطلب المارشي أو الطلب العادي، الطلب المارشي لهذا أو الطلب العادي، على العلاقة بين سعر السلعة اللي هو price of a good والكمية المطلوبة منها quantity demanded. أي أن الآن quantity هذه الكمية هي عبارة عن دالة في سعر السلعة، وبالتالي الطلب العادي بنسميه إحنا quantity is a function of the price. أما في الطلب الهكسي هيكسيان ديمان، فنتعرف على العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بافتراض أن أسعار السلعة الأخرى ومستويات المنفعة اللي هي prices of other goods and our أو يعني the level of utility remains constant. أوكي، مستوى المنفعة والأسعار ثابتة، فقط يعني السعر السلعة الذي يتغير لكن أسعار السلع الأخرى ومستوى المنفعة يبقى ثابت. فهنا التمثيل الرياضياتي، هذه quantity demand is a function of price of other goods other commodities بافتراض أنه هذا ثابت والutility level هو ثابت، فقط سعر السلعة المعني بالأمر هو الذي يتغير في حالة الطلب الهكسي. نتابع. نستطيع بواسطة معادلة سلوتسكي تفكيك أثر تغير سعر السلعة تحت الدراسة على طول منحنى الطلب العادي اللي هو Marshall demand أو Ordinary demand curve إلى جزئين. الأول أثر الإحلال، هذا الجزء الأول هو substitution effect كما تعلمناه في مقاطع أخرى، والثاني هو أثر الدخل. أي الآن يعني راح نفكك الأثر إلى جزئين مبينين بالنسبة للتغير في السعر. فإذا هنا أثر الإحلال والثاني هو أثر الدخل. الأثر الكلي total effect يساوي أثر الإحلال زائد ناقص أثر الدخل، وهنا أؤكد على زائد ناقص، هذه بتقول لي أنه ربما يكون أثر الدخل يتعاضد مع أثر الإحلال، أي أنه يدعمه بنفس الاتجاه أو أنه مخالف له، فبكون إشارة سالبة بالحالة هاي. يستوجب تحقيق الشرط الآتي عند النقطة الابتدائية لتعظيم منفعة، هي تكون المنفعة عند مستوى معين. فهنا الآن الطلب المعوض ما يسمى compensated demand أو Hicksian demand على السلعة X يساوي الطلب العادي عند النقطة الابتدائية، الطلب المعوض اللي هو الهيكسيان ديمان يساوي الطلب العادي هو المارشال ديمان عند النقطة الابتدائية. أي أن الآن نتحدث إحنا compensated demand هاي اللي هو الطلب المعوض للسلعة X هو function أو دالة في سعر السلعة X، سعر السلعة الأخرى Y، وهنا المستوى المنفعة ثابت، ويساوي الطلب على السلعة هذه X نفسها لكنها دالة في سعرها، سعر السلعة الأخرى ومستوى الدخل، هذا I هو مستوى الدخل. إذن لاحظوا لي التساوي هنا عند النقطة الابتدائية. نتابع. الدخل طبعا هنا هو يساوي الحد الأدنى من الإنفاق الإكسبنديتشر للحصول على المنفعة U، هذه الثابتة في هذه الحالة أو المثبتة على الأقل. التمثيل بياني، لنفترض بأن سعر السلعة X انخفض، الآن هذا X على المحور الأفقي واي على المحور العمودي، هذا البجت كونستنت او قيد الدخل الاول قبل الانخفاض الثاني. نفترض بان نقطه التماس بين مستوى المنفعه هذا الاول وقيد الدخل حصل عند هذه النقطه، هذه النقطه الان بتقول لي لنفترض انه مستوى المنفعه يو هذه اي الف باللغه العربيه الف، اوكي هذه الف، وعندما انخفض سعر السلعه اكس حدث دوران في قيد الدخل الى اليمين، ما يعني الان بان المستهلك بالحالة الأولى كان قادر على شراء أقصى كمية من أكس عند هذه النقطة، الآن نتيجة انخفاض سعر السلعة أكس أصبح قادر، يعني أصبح المستهلك قادرا على أن يشتري كمية أكثر عند هذه النقطة.
وبالتالي سيختار مستوى منفعة أعلى من السابق، لنفترض أنه الآن هذا بي أي عند هذا نقطة التماس، وبالتالي هنا نستطيع أن نفكك الحركة من ألف إلى باء إلى جزئين، جزء له علاقة بأثر الإحلال وجزء له علاقة بأثر الدخل كما ذكرنا قبل قليل. هنا هذا هو الأثر الكلي، الانتقال من ألف إلى باء، الأثر الكلي لانخفاض سعر أكس. لكن رسمنا هذا الآن الخط المستقيم الذي يوازي الأخضر هذا الفاتح يوازي هذا الغامق، أي أنه نفترض أو نسأل السؤال الافتراضي، كم يجب أن يكون دخل المستهلك، دخل المستهلك بالأسعار الجديدة هاي حتى يشتري التوليف السابقة التي تعظم منفعته من السلع السابقة؟ هنا الآن النقطة التماس هذه نسميها جيم إحنا، وبالتالي نستطيع أن نفكك الآن ألف جيم وجيم باء. هنا الآن الفرق من هنا إلى هنا هذا يسمى أثر الإحلال، والفرق من هنا إلى هنا هو أثر الدخل. الآن يمكن لنا أن نمثل هذه النقاط على شكل منحنيات طلب، لكن إيش الطلب هيكسي وإيش الطلب مارشلي، أو الطلب المعوض والطلب العالي كما يلي: هذا X على المحور الأفقي، هنا عندي the price of X على المحور العمودي، وبالتالي هنا أخذنا يعني امتداد هذا عموديا ورسمنا هذه النقطة هنا اللي هي ألف هنا، وعندي مقابل السعر طبعا price not، خلينا نقول السعر الأولاني، ثم الآن طبعا اشترى الكمية X not مقابل نقطة B. الآن رسمنا وبالتالي لأنها أعلى شوية فزادت كمية X بسعر لأنه انخفض السعر، وبالتالي حصلنا على نقطة B. هذا إذا رسمنا يعني شبكنا الألف مع باء بيطلع عندي ما يسمى الآن الطلب المارشالي أو الطلب العالي. أما الطلب الهيكسي المعوض، يعني عندما نعوض المستهلك بزيادة الدخل أو يعني نخصم من دخله الحقيقي لأن الأسعار انخفضت، فبكون بالحالة هاي عند النقطة هاي جيم، وبالتالي هذا ما يسمى هو الطلب المعوض أو منحنى الطلب الهيكسي. هذه العلاقة الآن بين النوعين من الطلب اللي راح نفكفكها إن شاء الله على شكل أثر كلي دخل دخل، أثر الدخل وأثر الإحلال. نتابع بإذن الله. نقوم الآن بتحليل أثر كما ذكرت، أو انخفاض يعني ارتفاع أو انخفاض متغير المستقل الأسعار والدخل على المتغير التابع، وهو في هذه الحالة الكميات التي يشتريها المستهلك بعد أن تتغير الأسعار والدخل، إذ يؤدي ارتفاع أو انخفاض متغير المستقل إلى تغير نمط الإنفاق الإكسبندشر. مثال: لنفترض بأن دائرة المنفعة لمستهلك ما معطى بالصيغة الرياضياتية الآتي، هذه الآن utility تعتمد يعني مستوى المنفعة، هذا دائرة المنفعة تعتمد على سلعتين X و Y تساوي حاصل ضرب الكميتين X في Y، وأما قيد الدخل فهو الدخل يساوي الكمية من X مضروبة في سعر X زائد الكمية من Y في سعر Y، لاحظ هذا الدخل. الآن نشتق معادلة الزود كما يأتي، بافتراض أن دالة المنفعة U صب X Y تساوي X Y، وقيد الدخل I يساوي X في P X زائد Y في P Y. أوكي، نقوم بترتيب دالة المنفعة مع قيد دالة في دالة لاجرانج كما تعلمناه في الاقتصاد الرياضي، وكثير من الأمثلة عليها على هذه القناة بالاقتصاد الرياضي. الآن هذه لاجرانج فانكشن تساوي دالة الأوبجكتيف فانكشن، هذه الـ X Y بدي أعظمها خضوعا لهذا القيد اللي هو الانكم الدخل، مطروح منه حاصل ضرب الكمية في السعر، وكذلك الأمر مطروح حاصل الكمية في السعر هنا، وبالتالي كأنما وضعنا صفرا هنا مضروب في لاند، لكن هذه الصفر يفعل فعله هنا بالاشتقاق. فمشتقها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، أول مرة اشتقها بالنسبة لأكس حتى نطلع المارجينال يوتيليتي في أكس، وكذلك الأمر المارجينال كوست لأكس، ثم المرة الثانية المارجينال يوتيليتي في واي والمارجينال كوست في واي، وأخيرا المارجينال كوست الكل. فهي أول اشتقاق اللي هو partial Lagrange بالنسبة لX يساوي Y، هنا يعني هذه ذهبت واحد صحيح وبالتالي Y ناقص، الآن هاي تذهب واحد صحيح، فبتم عندي Y ناقص لامدا في price of X يساوي صفر، نخليها بصفر مشان نعمل تعظيم اللي هو maximization المنفعة،
هذا الاشتقاق ثاني مرة بالنسبة ل y حصلنا على هذه القيمة x ناقص لامدا في price of y يساوي صفر. وأخيرا بالنسبة لقيد الدخل كله للامدا بطلع عندي ال income ناقص x p x ناقص y p y يساوي صفر. الآن ثلاثة معادلة أو ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل. المجهول الأول كم هي كمية x المطلوب شراءها حتى يعظم منفعته، وكمية y المطلوب شراءها، وقيمة لامدا بالضبط. فهنا الآن اشتقاق، ونقوم الآن بحل معادلات أني ثلاث كي نتعرف على الكمية المثلى التي يشتريها المستهلك من سعيد كي يعظم منفعتهم. هاي أول معادلة هنا y سالب لامدا في bx تساوي صفر، وx هذه المعادلة الثانية ناقص لامدا في برايس y يساوي صفر. بما أنه الآن لاحظوا لي هاي تساوي صفر هاي صفر، يمكن لنا أن ننقل الطرف اليمين اليسار وهكذا. فy تساوي لامدا في برايس of x، إذا x تساوي لامدا في price of y. هذا يعني أنه لامدا تساوي y على price of x، وتساوي x على price of y. الآن نستطيع أن نحل يعني x بدلالة y أو y بدلالة x بالتعويض. بالتعويض في قيد الدخل نجد بأن الكمية المثلى من كل ساعة تكون كما يلي. هذه الآن الكمية المثلى x تساوي الدخل مقسوم على 2 ضرب سعر x. والآن y المثلى اللي هي y star تساوي الدخل مقسم على 2 في سعر y. وعلى سبيل المثال لو كانت i تساوي 100 والprice of x تساوي سعر x تساوي 5 سعر y يساوي 10، فإن التوليف المثلى من سرعتين تكون كما يلي. هذه الآن x star لأفضل كمية يجب على المستهلك أن يشتريها من x حتى يعظم منفعته تساوي 100 على 2 في سعر x اللي هو 5. إذا 100 على 10 يساوي 10، وهنا y star تساوي 100 على 2 في 10 يساوي 20 يساوي 5. إذا التوليف المثلى 10 من x و5 من y، سنبينها بعد قليل بيانيا. لكن أرجو يعني التأكد من كيفية الاشتقاق هذه المرة الأولى، مرة الثانية، مرة الثالثة، وبالتعويض هنا حتى حصلنا على هذه الكمية. نتابع تمثيل بياني الآن. هنا تعظيم المنفعة، لاحظوا لي هنا X وهنا Y، هذا قيد الدخل أقصى ما يمكن شراءه بالدخل اللي هو 100 من X يساوي طبعا بالحالة 20، وهنا أقصى ما يمكن شراءه من Y إذا كل الدخل ذهب إلى Y 10. لكن المستهلك اختار نقطة معينة هنا، وهي هذه النقطة الـ Utility Maximization. عند هذه النقطة اختار أن يشتري 10 من X و5 من Y حتى تكون منفعته أعظم ما يمكن. إذا لاحظوا لي 10 من X و5 من Y تمثيل بياني، هذا تعظيم المنفعة. طيب منحنى الطلب الآن يكون شكله هكذا اللي هو منحنى الطلب العادي. أنا سعر X هنا و X كمية X هنا، وبالتالي هذا هو الطلب. لاحظوا لي انه downward sloping او ينحني الى الاسفل، بمعنى اخر كلما انخفض السعر زاد الكميه المطلوبه منها، ما يعني بانه يعني الى هذه اللحظه سلعه عاديه. هنا منحنى انجل كذلك امر، يمكن تمثيلها على الفضاء السعر مع الدخل هنا، وهذا منحنى انجل، وبالتالي هنا الميل يساوي ميل هذا الخط المستقيم اللي هو منحنى انجل يساوي 2 بي، ما يعني بان السلعه هنا هي سلعه عاديه، السلعه اكس هي سلعه عاديه. هذا بطمننا على الاشتقاقات التي حصلنا عليها إلى هذه اللحظة. لأن كيف سنفكفك التغير، ويعني معادلة سلوسكا التي تتكون من التغير الكلي أو الأثر الكلي من أثر الاستبدال وأثر الدخل. نتابع لنعود إلى أسعار سلعتين X و Y والتوليف المثلى التي يشتريها مستهلك بالدخل اللي هو متاح I تساوي 100، حيث وجدنا الآن هذه الكمية المثلى من X تساوي 100 على 2 في 5 يساوي 10، و Y star تساوي 100 على مقسم على 2 في 10 يساوي 5. إذا هذه الكمية، نفترض الآن بأن سعر السلعة Y أصبح بدل من 10 أصبح 15، ما يعني الآن التوليف الجديدة، يعني المعادلة ستبقى كما هي، يعني الدخل مقسم على 2 في السعر، هنا الدخل مقسم على 2 في السعر، لكن السعر لم يعد 10 الآن أصبح 15. توليف الجديد شو بتقول لي؟ بتقول لي الآن X star بقيت كما هي، لكن Y star لاحظوا لي الآن 100 على 2 في 15 يساوي 30، 100 على 30 يساوي 3/3، إذا انخفض من 5 إلى 3/3. هناك مصدران لانخفاض الكمية المشترى من Y،
يسمى الأول أثر الاستبدال substitution effect، ويسمى الثاني أثر الدخل اللي هو income effect. كيف نحصل عليها؟ أولا دعنا نعرف أن أثر الاستبدال هو التغير الذي يحصل في الكمية المشترى من السلعة Y في هذه الحالة بسبب تغير سعرها، في هذه الحالة انخفاض الكمية منها لأنه ارتفعت أسعارها، إذن الكمية المطلوبة منها خفض. إذن أما أثر الدخل هو التغير الذي يحصل في الكمية المشترى من السلعة ذاتها Y بسبب تغير القوة الشرائية purchasing power للمستهلك، اللي هو بهذه الحالة انخفاض القوة الشرائية في هذه الحالة نتيجة لارتفاع سعر إحدى السلعتين طبعا تحدث عنها اللي هي Y في هذه الحالة. إذن هذا تعريف أثر الاستبدال وهذا تعريف أثر الدخل. الآن سنحاول معرفة بالضبط ما الذي يعني كيف يمكن لنا حساب أثر الاستبدال وأثر الدخل. نتابع هنا على المحور الأفقي عن الرسم السابقة، هذا الآن قيد الدخل الأول هذا 20، هنا 10، وهاي الكمية التي اختارها المستهلك 10 ثم 5. الآن تفكيك الأثر من أجل تحليل أثر الاستبدال نقوم بتغيير الأسعار وإبقاء الدخل ثابت، ونطرح السؤال الآتي: كم من الدخل سيحتاج المستهلك إذا أراد شراء التوليف السابقة من السلعتين بالأسعار الجديدة؟ لاحظوا لي، يحتاج المستهلك عند أسعار قديمة كما يلي. الآن هو الآن 100 الدخل، فبما أن الأسعار 5 في 10 زائد 10 في 5 يساوي 100. أما الآن بالأسعار الجديدة، هاي الآن كلفة التوليف القديمة، أما عند الأسعار الجديدة فيحتاج إلى أكثر من هذا المبلغ حتى يأخذ 5 و 10، هنا 10 وهنا 5، بحاجة إلى 5 في 10 زائد 15 سعر الجديد لواي مضروب في 5 الكمية القديمة، إذن بحاجة إلى 125. وبالتالي هناك فرق بين الدخل القديم والدخل الذي يجب أن يحصل عليه حتى نعوض عليه compensated هلا بدل زيادة سعر Y. هذا الآن كلفة التوليف الجديدة اللي هي 125، هناك فرق كما ذكرت مقداره 25 في الدخل الذي يحتاج إليه المستهلك، وبالتالي قيد الدخل المفترض أنه 125. هذا هو الآن بده ينخفض، يعني الآن أقصى كمية شراء يمكن شرائها بال 125 هنا من X وهنا من Y. هذا هو الآن قيد الدخل الجديد المفترض المفترض. السؤال الآن: هل التوليف الأولى القديمة هي الخيار الأمثل لقيد الدخل الجديد؟ طبعا الإجابة لا، لأن المستهلك يستطيع بالدخل المفترض الجديد أن ينتقل إلى مستوى منفعة أعلى من السابق اللي هو الأخضر، هذا هو هذا الأخضر الغامق، أوكي، وهو ما يشير إليه التماس الجديد المستوى الأخضر الغامق، يعني كأنه يستطيع انتقال من هذا الأخضر الفاتح إلى الأخضر الغامق، وإن كان شوية طبعا الرسم ما بيساعدنا لكننا نفترض أنه بعيدات عن بعضه، وبالتالي هنا هذه النقطة الجديدة التي تمس هذا المنحنى، ما يعني الآن بأن هذه التوليف أفضل من الأولى، من الأولى هذه، هذه التوليف أفضل من هذه الأولى، لأنه راح يكون صحيح أنه راح ينخفض الطلب أو الكمية المطلوبة من Y، لكن بأقل بكثير سيحصل على زيادة من X. نتابع أثر الاستبدال، لابد أن ندرك بهذا بأن المستهلك لا يعوض بزيادة الدخل عندما ترتفع الأسعار على الأقل في الأمد القصير. السؤال: ما هي التوليف الجديدة من السلعتين X و Y التي قد يشتريها المستهلك بقيد الدخل الجديد المفترض؟ هنا الآن هاي الدخل قيد الدخل الجديد المفترض، وهنا توليف أفضل من أول، لكن كيف نحسبها؟ هلا X الآن تساوي 125 على 2 في 15، إذن يرتفع ترتفع كمية مطلوبة من X، يعني X الآن ستار لم تعد 10 أصبح 12.5، وبالتالي في زيادة وحدتين ونص. هنا 125 على 2 في السعر الجديد أصبحت 4.67، انخفض من 5 إلى 4.67، هنا زادت بمقدار وحدتين ونص، هنا انخفضت كمية مطلوبة من Y إلى أقل من وحدة واحدة، يعني هنا بمقدار يعني مقدار الانخفاض أقل من وحدة واحدة، من 5 إلى 4.67. هنا الآن يعني بدي أمثلها بيانيا، هذه 125 يعني 12.5 هنا هذه النقطة، وهذه النقطة 4 فاصلة كما ذكرت فاصلة 167،
هنا هذا أثر الاستبدال انخفض من 5 إلى 4.67، وأثر الاستبدال في أكس من 10 زاد إلى 12.5. هنا يعني نريد أن نحسب الآن أثر الاستبدال، فأكس الجديدة بالدخل المفترض الجديد زادت بمقدار 1.5، واي الجديدة بالدخل المفترض الجديد انخفضت من 5 إلى 4.67، الفرق بيناتهم -0.833، مقدار بسيط جدا يعني، لكن هذا بيعتمد على كيف يقيم المستهلك واي مقابل اكس. نتابع، هذا الآن هو أثر الاستبدال. للتذكير، هو الطلب عند الدخل الجديد والسعر الجديد، مطروح منه الطلب عند الدخل القديم والسعر القديم، هذا هو أثر الاستبدال. هنا أكس زادت بمقدار 1.5، لكن واي انخفضت بمقدار -، يعني انخفضت بمقدار 0.833، أقل من 1.1. نتابع، هل أثر الدخل، نعيد الآن الرسمة ثاني مرة، أكس وواي، هذا الدخل القديم هنا، قيد الدخل كي 20 و10، هنا النقطة المثلى بالحالة الأولى 10 و5. الآن بنلاحظ أنه لما عندما ارتفعت أسعار واي لم يعد قادر على أشتري بكل يعني أقصى كمية 10، وبده ينخفض، هاي 20 ستبقى كما هي لأنه سعر أكس بقي كما هو، لكن لأن أسعار واي ارتفعت فإن قيد الدخل سيدور إلى اليسار، وبالتالي هذه النقطة هنا هي أقصى ما يمكن شراؤه من واي بالأسعار الجديدة اللي 15 = 6.67. من هنا ننطلق الآن، هذا الآن قيد الدخل الجديد بعد ارتفاع سعر واي. يحسب أثر الدخل كما يلي، أكس الجديد بالسعر الآن بالدخل القديم قسم على السعر في 2، مطروح منه الدخل المفترض الجديد بالنسبة لأكس، أوكي، فلاحظوا لي أنه بقيت يعني كأنما المستهلك الآن خسر 2.5 من السلعة أكس، فعاد إلى 10، عاد إلى 10، لكن يعني 10 كميات اللي هذه. أما من واي فبالتالي هنا 100 قسم 2 × 15، السعر الجديد، هذا السعر الجديد، السعر الجديد لم يتغير، هنا 5 و5، هنا أصبح 15، هنا 15، لكن الدخل القديم والدخل الجديد المفترض يساوي 3.33 سالب 4.167 ويساوي سالب 0.833. هاي الآن هي أثر الدخل، هنا كأنما نقول أثر الدخل يساوي الكمية عند الدخل القديم والسعر الجديد ناقص الكمية عند الدخل الجديد والسعر القديم، وبالتالي هنا هذا بقي كما هنا. هنا لاحظوا لي هاي الآن منحنى المنفعة الجديد، كل الذي حدث 10 بقيت كما هي، رجع إلى قيمته الأصلية أو الوحدة الأصلية أو الكمية الأصلية، لكن واي انخفضت إلى 3.33 عفوا، اللي هي أثر الدخل، وبالتالي هنا الأثر كان سلبي. بالملخص الآن، الخلاصة، الأثر الكلي يساوي أثر الاستبدال زائد ناقص أثر الدخل اللي هي معادلة سلوتسكي، هذه معادلة سلوتسكي، سنضح على شكل معادلات بالنسبة لنوعين السلع، سلع عادية وسلع رديئة، أثر الإحلال، أثر الدخل، أثر الكلي. هنا بالنسبة للسلعة الرديئة أثر الإحلال، أثر الدخل، أثر الكلي. عندما ترتفع الأسعار ينخفض الطلب، هنا أثر الإحلال انخفاض، أثر الدخل انخفاض، الأثر الكلي انخفاض. أما بالسلعة الرديئة أثر الإحلال انخفاض، أثر الدخل لاحظوا لأن ارتفع لأنها رديئة، ارتفاع الطلب الأثر الكلي غير معروف النهاية يعني. عندما تنخفض الأسعار هنا يرتفع الطلب بالنسبة للسلعة العادية، ارتفاع الطلب اللي هو أثر الإحلال أثر الدخل، لكن الأثر الكلي كله ارتفاع، في حين أنه إذا كانت السلعة رديئة وانخفضت الأسعار يرتفع الطلب بالنسبة لأثر الإحلال أثر الدخل، انخفض الطلب والأثر النهائي غير معروف. هاي الآن على شكل معادلات وضعناها، أرجو التدقيق بها، لاحظوا لي أخذنا طبعا بعين الاعتبار فقط التغير في سعر أكس هنا، وبالتالي هنا الأثر النهائي، هذا كل الأثر النهائي لا تغير سعر الأكس يساوي
أثر الاستبدال هذا مطروح منه أو مضاف إليه حسب إشارة، يعني هنا ممكن تكون سالبة أو موجبة اللي هو أثر الدخل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.